خفان زربان مشينا في هذا الويكند هذا لواحد البلاصه كاينه خرج على بالم سبرينغ طبيعه تقول تقريبا المغرب النيشان تتخرج على اليبقى واحد تقريبا واحد 3 سوايع حنا غاديين لواحد المنتجع سياحي هذاك المنتجع السياحي كاينين بحالو الشركه عندها 3200 منتجع سياحي في العالم اذا هذا ماشي دور جلدي هذا منتجع سياحي اللي كان في بالم سبرينغ فيه اللي بغيتي كيفاش الناس اللي لاباس عليهم تيكون عندهم لاكسي لهاد المنتجعات هادو ولا انت تخلص واحد العضويه اللي سويها 33,000 دولار ما يقارب 33 مليون ومن بعد تعود تخلص 1500 دولار كل عام هاتك 1500 دولار تعطيك فيها 2000 نقطة هاتك 2000 نقطة تتسوى 7 ديال الليالي في العام 7 ديال الليالي تقدر تدوزهم في اي بلاصة بغيتي في العالم انت المهم اللي تتكلف بالطيارة وداكشي ولكن انت تختار الريزور اللي بغيتي كاينين كما قلنا 3200 منتجع سياحي في العالم ديال هاد الشركة باش عجبني هاد الريزور هذا كان في واحد المنطقة اللي نورمال واحد ما يبغي يسكن فيها ولا فيها بحال كومبيتيسيون ديال المنتجعات بين منتجع ومنتجع منتجع تيكونوا معزولين على المدينة ولكن رغم ذلك تتلقى المحلات قراب ليهم وداك الشيء حيت المنتجعات هادو هما اللي تيساهموا في التطور ديال المدينة او الصحراء هاد الحالة هادي هاد المنتجعات كاينين في هاد الصحراء ديال كاليفورنيا حد ما تيبغي يسكن فيهم والأراضي هنا الرخال لا المنتجع اللي كنا فيه بعيد على المدينة تقريبا واحد 20 دقيقة تنمشي للمدينة تتعشى فيها إلا بغيتي يلا هاني جاي بنتي صافي نعم يلا زيدي يا هاني ما تمشيوش غلطين حنا راه ما عندناش هاد العضوية هادي حنا غير جينا في واحد البرومو صافي